إذن تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية، وتقوم قوات الدفاع المدني حاليا بعمليات التبريد، وارتفع عدد المصابين جراء الحريق إلى 25 مصابا، كما أعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، ودفعت القوات المسلحة بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع حريق الإسماعيلية. هذا وأفادت مراسلة إكسترا نيوز بالإسماعيلية، المباني المحيطة بمبنى مديرية الأمن لم تتضرر جراء الحريق. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة أسماء خليل مراسلة إكسترا نيوز من الإسماعيلية. أسماء، آخر المستجدات وما زالت عملية التبريد مستمرة حتى هذه اللحظات؟ الآن بتقوم القوات المسلحة المصرية ورجال الحماية المدنية بعملية التبريد. الحماية المدنية بتقوم من خلال سيارات الحماية المدنية والإطفاء، والقوات المسلحة بتقوم من خلال السيارات وأيضا طائرتين، بيقوم الآن بعملية تبريد للمبنى بعد التمكن من السيطرة على الحريق بالكامل. نعم، يعني لو بترصدي أسماء المشهد من داخل المبنى وعدد المصابين، أين وصل حتى هذه اللحظات؟ حتى الآن وحتى هذه المعلومات التي توفرت لدي هو 25 مصاب تم نقلهم حتى الآن إلى مستشفيات بالإسماعيلية، والمشهد أمامي هو تواجد عدد من الأهالي وأيضا القيادات الأمنية والتنفيذية أمام مبنى المديرية بيتابعوا عملية التبريد التي يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية وأيضا رجال الشرطة المصرية من إدارة الحماية المدنية. أسماء، كيف كانت الجهود المتنوعة والمختلفة والمتعاونة في هذا المشهد وهذا الموقف من قوات حماية مدنية، من إسعاف، من قوات مسلحة؟ حدثينا عن هذا الأمر. جهود مشتركة من رجال الإسعاف ورجال الهلال الأحمر، وأيضا مشاركة عدد من المواطنين في عملية إخلاء المجندين والعالقين بالمبنى أثناء الحريق، وأيضا وجود عدد من سيارات التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية واللوادر التي تقوم بإزالة أي عائق يمنع وصول السيارات داخل مبنى المديرية. على الفور بتقوم اللوادر بإزالة هذه العوائق لتمكن السيارات من الدخول بسرعة لاستخراج العالقين والناجين في هذا الحريق، وأيضا يتواجد القيادات التنفيذية والأمنية سواء مدير أمن الإسماعيلية أو محافظ الإسماعيلية، الجميع يتواجد هنا مواطنين وتنفيذيين وقيادات يتابعون بشكل مستمر عملية الإطفاء وأيضا عملية البحث عن إذا كان هناك أحد من المصابين أو العالقين داخل المبنى حتى الآن. نعم أسماء، ونحن نتابع معك طبعا كل التفاصيل والمستجدات التي تطرأ في هذا الحريق في مبنى مديرية الأمن الإسماعيلية. شكرا جزيلا أسماء خليل مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا من الإسماعيلية.